السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكل متتبعين قناة خوكم زكريا معروض. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نوريكم كيفاش تخدموا الراس الناموسية، السرير كيفاش تغلفوه بخشب الليزر سي ان سي مع البورشومان. تبعوا معايا لا فيديو، كل شيء كاين الاخوان من البداية حتى النهاية. نوريكم الطريقة كيفاش تلصقوه في الكولا، كيفاش تبلاصيو بلاصتو. بقاو معنا في لا فيديو الاخوان، مرحبا بالجميع. تنا ليه السوار، بلاصة السوار تاولتو كيما شتو معايا هنايا، درنا بحسابهم تنقطعهم بالكيتور. هنايا العود اللي تنخدمو بيه هو هدا كيما شتو، هدا واحد الطرف الاخوان تاع واحد الراس اخر غادي نوريو ليكم تا هو. وبالنسبة للقاعد اللي تنجرو معاه هو هذا الاخر، بالنسبة للقاعد هو هذا في هاد اللون، هذا بحال شكل العود تيجي مع هذا. الشكل ديالو الاخوان مع شادو تنصور داكشي علاش هاكا تيكون الشكل. جاتك من اللور، غادي نوريكم البلاصه فين غادي نحطوه. بحال هذا الشكل، هذا الربع ديالو، حيت الورقه تكون فيها شي 42 تقريبا، وهذا دايرين فيه هنا 3 متر و 45. دورو هكا باش يبان مزيان هكا الساعي. سير يلاه يا سير، دابا غادي نتيو المكان فين بنا نلصقو الاخوان، المكان ديالو فين غادي نلصقو. المكان الاخوان هو هذا فين بنا نلصقو هاد الشيكو، غادي نلصقو هنايا كيما شتو. لاتيتولي في الراس تاع الناموسية هنايا، ديري القبص بلاكا بلاصة السوار تلطو.
قالت لي كيما شتو غادي نجيبوها هكا. سير سير عندك هكا السيد بلاتي غادي نخرج هاد هكا الاخوان. هنا كاين البواطات تاع الضو، هنا كاين هاد السلك، طلقو يا بنت شوية خاص تاعي البلاط، قادو كما شتو الإخوان. النتيجة هي هادي، بلاصة الضو، بلاصة هنايا. غادي نلصق هكا الاخوان، غادي يكون التيكور ديالنا هو هدا. و هنايا تيجي السرير، السرير كيفاش درناه في هاد الغرفة هادي. كما شتو الاخوان الديكور ديالنا هو هذا، ديال السرير غرفة النوم. كما شتو هنايا بلاصة السوارت و توتو. وبالنسبة لهاد الخشب هذا درنا وراه واحد بورشومان، بورشومان في شكل اخر ديال بحال شكل لون تليل باش يعتاد المنظر هذا. كما شتو الاخوان كملنا الديكور هو هذا. هنا الراس ديالنا موسية تيطدو ليه، غادي يجي الفراش هنايا والبريزات حداك. وهنا غادي يكون واحد التريات الضو في الجناب، وحدة على اليمين وحدة على اليسر. هنايا درنا هاد لينيش هادي كيما شتو. كاين هاد الكادر هذا تاع البلازما. هنا غادي تكون شاشة التلفاز،